السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين لاباس عليكم. الوغ اليوم جيت باش نشرح لكم كيف ما وعدتكم على لابليكاسيون اللي سميتها ادوب درو. غادي نخلي لكم سميتها في لا ديسكريبسيون باش تقدروا تيليشارجيوها ديريكتومون من بلاي ستور ولا اب ستور. هذه هي لابليكاسيون اللي بديت وتعلمت فيها الرسم، موراها خديت لابليكاسيون اللي سميتها بروكرييت. حسن ندير لكم فيديو حتى هي هاد لابليكاسيون ادوب درو فابور، تقدروا تيليشارجيوها في سامسونج، هواوي، ايفون، اي تليفون بغيتو. دونك نكتشفوا لابليكاسيون انصامبل. نفتحوا دابا لابليكاسيون. هادو هما لي بروجي كيف ما شفتو، كاين بزاف ديال لي بروجي اللي خدمت فيهم. ديجا خدمت مع شركات كبار ورسمت لهم غير في هاد لابليكاسيون. كيف ما كتشوفوا النتيجه ديال هاد لو ديسان، حتى نتوما تقدروا ديروا بحالها. دابا غادي نمشيو للريغلاج وغادي نشوفوا شنو كاين في هاد لابليكاسيون. غادي نكتشفوا لي جيست اللي نقدروا نديرو باش باغ اكزومبل نمسحو ولا نرجعو. غادي نديرو افيشي تو لي جيست. الا درتي باغ اكزومبل جوج ديال الصباع من اليمين حتى اليسر كتمسح، و الا درتي جوج صباع من اليسر لليمين كترجع لداكشي اللي مسحتيه. وهاديك باش كتزومي، وهاديك باش كديبلاسي ليماج ديالك ولا الديسان ديالك. فوالا. وحاجه اخرى نشرحها لكم، سيكو انا بديت في الاول كنت كنرسم بايديا، ومن بعد اكتشفت بان نقدر نشري من علي اكسبريس بحال هاد لي ستيلي. بحال دابا هاد ستيلي كنت خديته من كيعطيوه لكم لا بانك، فيه داك بحال الكاواتشو من فلاغوم ديالو. وهادو هما اللي خديت من علي اكسبريس، كانوا كيعطيوك 10 بالثمن ديال 30 درهم الى عقلت مزيان. والحمد لله ابري شريت هاد لو ستيلي ديال ابل. دابا غادي نكرييو باج باش نرسمو فيها. انا شنو ننصحكم الا كنتو باغين نستعملو هاداك الرسمه ولا الديزاين في لي بلاتفورم اللي باش تبيعو لي تيشيرت ولا اي اوتر برودوي، كنصحكم ديرو لو فورما 3000 على 3000 باش ما كتجيش بيكسليزي وكيجي داكشي واضح مزيان. سينو تقدرو جوست تختارو من لي زيكزامبل اللي عندكم هنايا في لابليكاسيون. Voilà, on a créé la page ديالنا. غادي نفتحوها، غادي يخرج لينا الكالك لي بانسو اللي عندنا. عندنا تقريبا 4 ديال لي بانسو وقومه باش كنمسحو بيان سور. وكيف ما قلت لكم نفكركم تقدروا تمسحو بدو دوا، جوج صباع من اليمين حتى اليسار كتمسحو، الا بغيتو ترجعو سي جوج صباع من اليسار حتى اليمين. دونك تقدروا ترسموا في التليفون، ولا كانت عندكم تابلت كترسموا فيها حتى هي. عندكم بزاف الاختيار ديال لي كولور، تقدروا تستعملوا اي لون بغيتو، وتقدروا من بعد تسجلوهم باش يبقاو عندكم وتستعملوهم في الرسومات الجايين. دونك نختاروا دابا البانسو ديالنا اللي غادي يبقى. لي زوتر بانسو كيما قلت لكم كنلون بهم، وهذا هو اللي كنرسم به. دابا غادي ندوزو باش ناخدو من البابي ونرسمو في التابليت. تقدروا تستعملوا هاد الطريقه حتى في التليفون. غادي نمشيو لهداك الزائد بلوس اللي عندنا تما، غادي نديرو كالك ديماج، غادي نديرو بروندغ اون فوتو هي الثانيه. اوكي باش نخليوه يقدر يصور البابي اللي ديالنا، اللي ديجا الورقه اللي رسمنا فيها. وغادي ناخدو التصويره ونحاولو تكون مزيانه، ومن تحت سيميتري اوريزونتال واش بغيتي تبدل لا بوزيسيون ديال التصويره ولا لا. وموراها تقدر تبدا الخدمه ديالك. دابا حاجه مهمه قبل ما نبداو الرسمه ديالنا، غادي نشوفو لو كالك اولا الورقه اللي كنرسموا عليها ماشي هي التصويره،
حيت الا درنا في التصويره ما يمكنش نعاودو نرجعو نرسمو تخرج لينا التصويره بوحدها، غادي تبقى لاصقه في لا فوتو اللي كاينه. انا جو بريفير نهبط لوباسيتي ديال ليماج باش نرسم فوق منها ويكون كيبان غير شويه من ليماج. نتاكدوا من لو بانسو ديالنا وبسم الله نبداو لو ديسان. دونك قبل ما نبداو خاصنا نتاكدوا باننا كنرسمو في لو بون كالك ماشي لو كالك ديال ليماج اللي خدينا، باسكو سينا غادي تكون صعيبه باش نمسحوها، ومن الاحسن يكون كالك جديد. دونك نبداو لو ديسان ديالنا ايتاب باغ ايتاب بشويه بشويه علينا، ونتلاقاو مورا ما نسالي لو سكتش باش ما نطولش عليكم لا فيديو. الوغ فهاد ليتاب غادي نزيد ان اوتر كالك باش حتى لا بغيت نبدل ولا نمسح بحال دابا هاد لوبجي اللي غادي نرسم دابا لي بوكل، الا بغيت نمسحهم بوحديتهم نقدر نمسحهم فاسيلمون بلا ما نبقى نقلب ولا نعاود الديسان من الاول ولا شي بلاصه منه نعاودها هكاك. وحتى في الكولورياج كنقدر نلونو بطريقه سهله. دابا غادي ندوبليكيه زعما ندير منو جوج، باش نديرو في الطرف الاخر من الودن الاخرى اليسريه ونكملو لو كروكي ديالنا. نرجعو للكالك اللي بدينا فيه لو سكتش الرسمه من الاول ونكملوه باش يبقى داكشي ديالنا اورغانيزي ومرتب. كنبقاو غاديين على لو كروكي ديال الورقه ديالنا اللي كاتبه لينا في ليماج. وقبل ما ندوزو للكولورياج التلوين غادي ناخدو القومه اللي كتشوفوها على اليسر ديالي، ولا سينا تقدروا تستعملوا داك الطريقه ديال لي دو دوا تمسحو من اليمين لليسر. دونك فوالا لو سكيتش ديالنا الي بري. غادي ندوزو دابا للكولورياج نفس الطريقه، غادي نستعملو ان اوتر كالك اللي غادي يكون تحت من الرسمه، غير هو هاد المره غادي نستعمل البانسو الاول باش ندير الكولورياج. علاش غادي نستعمل هاد لو بانسو؟ حيت لا طاي ديالو كتكون كبر من هذاك لو بانسو اللي رسمنا به لي في لا بارتي الثانيه. بالنسبه للتلوين هي نورمالمون مي كتورك ابوي طويل كيعمر لو كالك كامل، وبهذه الطريقه اللي كنوريكم دابا كتقدر تعمر بلاصه وحده باللون اللي بغيتي نتايا، غير هو خاص يكون كاع لي بارتي مسدودين، ما خاص تكون حتى شي حاجه مفتوحه. نبداو الكولورياج ديالنا، غادي نعمرو لي بوردور وجناب كاملين بلا كولور اللي اختارينا ديال الشعر باغ اكزومبل، اختارينا لو مارون، وغادي نكملو التلوين ديال الشعر وديال الوجه ونوريكم لي ديتاي الاخرين ديال الهايلايت او الطريقه اللي تفتيح البشره وتفتيح الشعر باش كيبانو حسن وكيبان فيهم لي ديتاي كتر. النصيحه اللي كنعطي لاي واحد بالنسبه للرسم، شحال ما درتي ديال لي ديتاي شحال الرسمه كتكون ديالك رياليست،
كتبان الرسمة مزيانة وكتبان بأنك خدمتي عليها مزيان. المرحلة اللي غادي ندوزو ليها دابا هي تفتيح اللون ديال البشرة ولا أي لون عندنا في الديزاين ديالنا باش كيبان مخدوم كتر وكيبان مزيان. غادي يبان لكم الفرق. وكمرحلة أخيرة نقدروا نبدلو اللون ديال الديزاين ديالنا إلا كنا ما غاديش نستعملوه باش نبيعوه في دي برودوي اللي غادي نحطو عليهم. نقدروا نديرو اون كولور بور لو فون، سينو نقدروا نتيليشارجيو في بي ان جي. البي ان جي هو اللي تقدر تيليشارجي في لو فون ديالو كيكون ترانسبارون اللي تقدر تستعملو في لي بلاتفورم ديال البيع. دابا كوم ايتاب الاخرى غادي نانجستريو ديزاين ديالنا فورما بي ان جي ولا جي بيغ. الوغ جي بيغ الا كنا باغينو غادي نخليوه بلو فون ديالو كيف ما شرحت لكم غادي يبقى بحال هكا، ولا بغيناه بي ان جي ما فيهش لو فون باش نحطو على لي برودوي ولا نستعملو في فيديو يوتيوب باغ اكزومبل ولا فيديو يكون لوغو، غادي نديرو بحال هكا ونخبيو لو فون ديالنا يبقى بهاد لي كارو صغيورين. وغادي نديرو انجستري ليماج وهانتوما كتشوفو سي بون سي ديجا انجستري ونقدرو نستعملو لو ديزاين ديالنا. نتمنى تعجبكم هاد لا فيديو وما تنساوش تدعموني بلايك والاشتراك. شكرا على المشاهده.